السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا باشمهندسين؟ كيف اخباركم؟ نتمنى من الله انكم تكونوا بخير وبصحة وسلامة وطيبين. طبعا محاضرة اليوم محاضرة بسيطة، محاضرة يعني على نفس الرنج متاع الكاميرات. بناخدوا اليوم موضوع جديد أو شيء جديد، في منكم اللي عنده فكرة عليه وفي منكم اللي اليوم حيتعرف عليه لأول مرة، اللي هو موضوع كيف تاخذ مشهد 360 درجة. زي ما تشوفوا أنتوا في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع، أحيانا يكون مشهد 360 درجة، وشن السبب اللي ناخده اللقطة اللي هي 360 درجة وشن تعني لنا وما إلى ذلك. اليوم حناخدها بشكل مبسط، حنشرحها كيف، يعني أمر بسيط جدا، هو ما يختص بتقنيات الكاميرا، ولازم أنك أنت تفعل الصورة بحيث أن هي تستجيب للمواقع اللي تقبل أن هي تاخذ لقطة 360 درجة. اليوم حنأخذها بشكل عملي، حنجربوها، أمر بسيط وأمر سهل. طبعا السبب أن احنا أحيانا ناخده في مشهد 360 درجة، أحيانا يكون عندك مثلا هول أو صالة تفتح عليه أكثر من غرفة، فأنت تبي تاخذهم في لقطة واحدة، وممكن شغل معين يحتاج للأمر هذا. فاليوم حناخده كيف تقدر تدير الشيء هذا بكل بساطة. الأمر بسيط جدا، ما عليك إلا أنك أنت تتبع الخطوات، وبإذن الله يكون الأمر زي ما حتجربوه بإذن الله، أمر بسيط جدا. لذلك خليك متابع معنا إلى نهاية الفيديو. نهاية الفيديو حنتكلم على موضوع مهم جدا، اللي هو ترتيب، وكيف أنك أنت يكون الشغل متاعك يعني احترافي. نصائح في التصميم بصفة عامة، كيف تقدر تصمم وكيف تنتقي التصاميم متاعك، هذا أمر مهم، لأن في بعض المهندسين يتكلموا على موضوع أنك أنت تشتغل تصميم معقد، وهذا أمر أنا ما نحبداش إلا بطلب. يعني لو حد طلب منك أوكي، لو ما حدش طلب منك فدائما تنتقي البساطة. لذلك ما بيش نطول عليكم، يلا نبدو على بركة الله، يلا نبدأ. طبعا حنشتغلوا عليه نموذج جاهز، اشتغلت عندي صديق طالب تصميم معين، فحنشتغلوا عليه لأن لازلت نشتغل عليه النموذج هذا، ومازال ما حطيتش فيه الماتيريال يعني اللي بتعطلني في الرندر وبتاخذ مني وقت طويل في الرندر. حطيت أشياء مبدئية بس. فتعالوا نبدو في موضوع الصورة 360 درجة. أول شيء، مجرد ما تشبه أنت النموذج اللي قدامك، ممكن هذا الهول كيف تقدر تاخذ جميع الغرف معاك في نفس الصورة. فأول شيء نبدو، طبعا لو بتحط أي كاميرا ويفضل دائما أن نشتغلوا عليه الفيزيكال كاميرا، فأول حاجة أنت بتحطها في المنتصف، في المكان اللي ترى أنه هو يعتبر في المنتصف. ومجرد ما تحطها تخلي المسار متاعها عمودي عليه الكاميرا. فأنا هنا لو حبيت أني أنا نتأكد أن المسار عمودي عليه الكاميرا، فيفترض أني أنا أول حاجة العمل اللي بنديره أني حنقول لها أزوليت، فيعطيني المسار متاع الكاميرا فقط، والكاميرا هنا المسار متاعها عمودي. أوكي تمام حلو. بعدين يفترض أني أنا ناخد الكاميرا والمسار متاع الكاميرا، نختار الكاميرا وعن طريق كليك كنترول، بالضغط على الكنترول نضغط كنترول ونختار المسار متاع الكاميرا، فنختار كنترول زد تراجع، ممكن ناخدها من هنا المسار متاع الكاميرا، تارجت كاميرا، كليك كنترول ونضغط على الكاميرا، هنا اختيتهم الاثنين ونرفعهم في منتصف المسافة
بالضبط، بحيث انه لما يعطيني زاويه دورانيه حول البروجكت بتاعي تكون 360 درجه يلف ويوريني المشهد بالكامل. هنا رفعت من احد المحاور الاخرى المشهد بتاعي، بحيث انه هو احنا خلينا اول شيء احنا لما اخترنا الكاميرا نقطة مهمة، انك انت احيانا يكون عندك اكتر من كاميرا، فيفترض انك انت الكاميرا هذه بتسميها نقوله مثلا 360 لان لها اعدادات خاصة حنطبقها نسمها 360. فممكن انتوا شفتوا ان في اكتر من كاميرا، فهنا نغيروا احد المحاور الى مشهد 360 درجة. اوكي معقول جدا، اعطاني المنظر اللي تشوفوا فيه او المشهد اللي تشوفوا فيه. فهنا الى حد الان انا ضبطت زوايا الكاميرا. لما ضبطت زوايا الكاميرا هنا انا مش هنعدل على اي شيء في الكاميرا، هنمشي هنبدا نعدل على الاشياء المهمه في الريندر سيت اب. مجرد ما ندخل على الريندر سيت اب، الموضوع اللي مهم جدا واللي لازم تعرفه انك انت لازم تخلي الريزولوشن بتاعك عالي جدا. يعني الريزولوشن بتاعك تفك الارتباط ما بين الويت والهاي، بحيث انك انت تعطي نسبة 1:2 زي ما تشوفوا. انا حطيت 3000 وفي الهاي بيكون 1500 اللي هو نسبة 1:2. هذا اهم من اهم الاعدادات، لان لو تحركت الكاميرا حيبكسل عندك المشهد وحيبان بطريقة مش تمام. فكل ما تعلي كل ما افضل. انا امكانيات الجهاز متاعي اعتقد 3000 الى 1500. اوكي بعدين نمشي لي امر اخر اللي هو في الفيري. طبعا انا مقلل، لو تلاحظوا الاعدادات متاعي اقل ما يمكن بحيث انه هو ما ياخدش معي وقت طويل في الرندر. نمشي لي الكاميرا، اعدادات الكاميرا بدل من هي، طبعا حتلقوها ديفولت وحتلقوا هذه 40 45 درجة، هذه الاعدادات الافتراضية في الديفولت. فأول شيء أنت تغيره سفيريكل، نوعية الكاميرا سفيريكل بحيث أن هي تلف المشهد بالكامل، وحتفعل الأوفر رايد وتخليها 360 درجة. أنت في الديفولت حتلقاها 45 درجة، يفترض بيك أنك أنت تغيرها إلى 360 درجة زي ما غيرتها أمامكم. هنا أتمينا جميع الاعدادات متاعنا، بس انا عندي بعض الاعدادات اللي هي خاصه بالرندر انا زي ما تشوفوا مخليها فيري لو، الانتربوليشن سامبل والسب ديفيجن كلها اقل شيء، اللايت كاش برضو 600 تعتبر ضعيفه جدا جدا جدا، اعدادات للتست بحيث انه هو زي ما شرحنا اكثر من مره ما ياخذش معي وقت طويل في الرندر. لذلك الاعدادات اللي سويتها انا حاليا اعدادات مناسبه جدا، اعدادات مناسبه جدا. هذا كل شيء يختص بتعديل الصوره اللي امامكم. الحين حناخذ الرندر. لو تلاحظوا هنا مجرد ما ناخذ الرندر شوفوا المشهد كيف حيكون، حيكون بالطريقة هي. طبعا هذه الصورة الرندر الأخيرة اللي اخذتها، حناخذ الصورة حتشوفوا الرندر. طبعا ما تنسوش انه هو لما بيرندر 360 درجة حيرندر المشهد بالكامل، حيرندر المشهد بالكامل. حتظهر الصورة بالطريقة اللي شفتوها أمامكم. حنخلي فترة بسيطة بس، أو خلينا نوقف التسجيل ونرجعوا بعد ما ينتهي الرندر. تمام، نرجعوا بعد ما ينتهي الرندر بتاعنا ونشرحوا عليه ونوضحوا. ورجعنا لكم قبل ما يخلص الرندر بتواني بسيطة. يعتبر خلص الرندر بتاعي، هذا المشهد زي ما تشوفوا الصورة كأن لفت الغرفة أو المشهد بالكامل أمامكم. كل الغرف أمامك
كأن مفرودة الكاميرا فردتها أمامك. هنا الدور علينا إن إحنا هنخزنوا الصورة هذه ونوريكم كيف نقدروا نتعاملوا مع الصورة بالطريقة الصحيحة. طبعا أول شيء من فايل سيف لل في أي مكان أنت تفضل أنك تحطه فيه، وخلينا نسموها مثلا 360 TA أو أي حرفين، اختار أنت الحروف اللي تناسبك، أو 01 أو أي حاجة TAA للتمييز بس، ونخزنوها JPG كصورة. مجرد ما نخزنوها خلاص دورها انتهى هنا. طبعا احنا خزننا الصورة، فنبدو اول شيء نجول الصورة، نضغط على كليك يمين من عن طريق Properties، نمشي لشيء اسمه Details اللي هو التفاصيل الخاصة بالصورة، تنزل الى قائمة الكاميرا ميكر والكاميرا موديل. الكاميرا ميكر هتخليها ريكو عفوا RICOH، والكاميرا موديل هتخليها ريكو داتا اس، اللي هم الكاميرات اللي تتوافق مع صور 360 درجة، اللي تاخذ الصور 360 درجة. هذا أمر مهم جدا، مهم جدا جدا جدا، لازم تخزنها بالطريقة هي. أحيانا تفتح الصورة هتكون بالطريقة اللي تشوفوا فيها أمامكم، لأن يفترض أننا هنفتحها ببرنامج مفعل عليه تقنية 360 درجة. إذا كان عندك برنامج الكاميرا ممكن تحطها في البرنامج هذا وتشوف الصورة متاعك. لو ما عندكش ممكن تحطها عليه مثلا أحد برامج التواصل الاجتماعي، مثلا فيسبوك هتشوفه أمامكم، هنخليها مثلا 360 أوكي، وحنحط الصورة اللي حطناها توا 300 TAA هي هذه أوكي. فمجرد ما نقول لا نشر، هتشوفوا أمامكم الصورة 360 درجة، وهيك قدرنا زي ما تشوفوا أمامكم هذه الصورة متاعنا. طبعا احنا اشتغلنا بحيث ان احنا ما رعيناش الإضاءات وما إلى ذلك، وتقنية الـ 360 درجة. كان يفترض ان احنا هو تيست، ما انا ما حبيتش انه ياخذ مني وقت طويل في الرندر، لذلك ما اعطيتش اعدادات مناسبة للرندر، تمام، ما اعطيتش اعدادات مناسبة للرندر بحيث ان هي تعطيني يعني إلى حد ما صورة أفضل وبجودة أفضل. وعموما هي الصورة لازالت ما اكتملتش، بس هذه أمامكم الصورة 360 درجة. تقدر تضبط إعدادات الرندر أفضل من الإعدادات هذه بحيث أنك أنت تعطيك صورة بجودة أفضل. هذه الصورة أمامكم تقدر تتحرك 360 درجة زي ما قلنا، تمام، اللي هي أمامكم زي ما تشوفوا تجولوا في المكان 360 درجة. هذا كل شيء بالنسبة للصورة 360 درجة، عبارة عن موضوع بسيط وسهل زي ما وضحناه، لكن في أمر مهم اللي هي طريقة تخزين الصورة عن طريق البروبرتيز، من البروبرتيز ديتيلز،
من ديتيلز تمشي للكاميرات، الكاميرا ريكو وريكو تيتا اس، هذه نوعية الكاميرا وطريقة أخذ الصورة باش تكون 360 درجة. هذا كل شيء بالنسبة لليوم. وهذه محاضرتنا زي ما شفتوا بسيطة وحلوة وشيقة جدا، مهمة جدا 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 لكل من حابب انه هو يقدم شغلة بصورة مبتكرة. يعني احيانا يطلب منك العمل هو يختصر عليك كتير، بدل من انك انت تاخذ اكثر من لقطة عبارة عن لقطة واحدة تشمل المشهد بالكامل. لذلك نتركوا موضوع 360 درجة ونتكلموا في الموضوع الآخر اللي حبيت أني نتكلم عليه وننوه عليه اليوم، اللي هو موضوع التصميم. يفترض بينا احنا كمصممين ان احنا دائما ننتقوا التصميم البسيط السيمبل القابل للتنفيذ. هذا أمر مهم جدا جدا جدا. أحيانا تكون متمكن من 3D Max فتشتغل تصميم من الصعب تنفيذه، أو قد يكون قابل للتنفيذ لكن التكلفة متاعها حتكون عالية جدا. لذلك أنا دائما ننصح أنك أنت تحاول أنك أنت تنتقي البساطة في التصميم متاعك. باش تكون ناجح لازم يكون الشغل متاعك مراعي في عملية تنفيذ الشغل متاعك، لأنك أنت حتعرض على الزبون أو الزبون يطلب منك تصميم معين، فأنت لما تشتغل تصميم معقد يكون من الصعب تنفيذه أو يكون تنفيذه بتكلفة عالية جدا. ونحن زي ما نعرف أن بعض الدول العربية عندنا نوعا ما إلى حد ما مازال الشركات ما وصلتش إلى مراحل متقدمة جدا. في بعض الدول تستثنى من الأمر هذا، لكن أغلب الدول إلى حد ما الشركات الكونستراكشن بصفة عامة ما وصلتش إلى مراحل التنفيذ بدقة عالية جدا، أو قد يكون حتى التنفيذ بدقة عالية جدا لكن يكون التنفيذ مكلف جدا. لذلك لازم تراعي النقطة هذه، أمر مهم جدا جدا جدا، بالذات يعني اللي يصمموا فريلانسر. يفترض انك انت تحاول دائما انك انت تراعي النقطة هذه، لان نقطة مفصلية ونقطة مهمة جدا جدا جدا. احيانا الزبون يشوف الشغل متاعك يعجبه الشغل متاعك، لما يعرض عليه احد الشركات فيتفاجأ بان التكلفة عالية جدا. لذلك هذا امر مهم، وهذا من اساسيات التصميم، وتكلمت عليه اكثر من محاضرة من قبل ونوهت عليه اكثر من مرة، لكن حبيت اني انا انوه عليه مرة اخرى لان في استفسارات من بعض المهندسين كلموني عليه الامر هذا. لذلك يفترض انك انت تراعي الامر هذا وتتبع الخطوات اللي تكلمنا عليها اكثر من مرة في البناء من الصفر، يعني المودلينج، الإضاءة، كيف تبني الإضاءة متاعك، كيف تكون الإضاءة متاعك ضبطة تضبيطة صحيحة، الانعكاسات وما إلى ذلك، لأن هذا كله حيرجع لك في الرندر، يأخرك في الرندر كتير، يأخذ منك وقت كبير. لازم تراعي الأمور هي، وإحنا نوهنا عليها في أكثر من فيديو ممكن ترجع لهم في المحاضرات السابقة. هذا كل شيء اليوم، مشكورين جدا على وقتكم الثمين جدا 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 اللي لا يقدر بثمن. بارك الله فيكم، ما تنسوناش من دعائكم، ما تنسوناش من اللايكات، وما تنسوش تشيروا الفيديو أكثر قدر ممكن، لأن هذا حيشكل دعم لنا وحيزيدنا في العطاء. وإذا أنت من المتابعين الجدد ياريت تفعل جرس الاشتراك، تشترك معنا، لأن دائما عندنا جديد، وحتى لما ما يكونش عندنا جديد حنطرح المواضيع من زوايا أخرى، حتشوف المواضيع من زوايا أخرى. دائما في تنوع ودائما في جديد بإذن الله. موفقين، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.